عليكم ورحمة الله ازيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب دايما تبقوا بخير النهاردة هنعمل لكم بقى كبدة زي بتاعة المحلات برة وزي عربية الكبده اللي بتشم ريحتها من اخر الدنيا هوريكم التركات والحركات اللي تتعمل بيها الكبده وتبقى احلى كبده معاكي وطريه ومحتفظه بكل السوائل اللي فيها انا هنا جبت حوالي كده من 10 ل 15 فص توم وحطيت كمان قرن فلفل كده عليهم ودقتهم في الهون ممكن تضربيهم في الكبه مع معلقه كزبره ومع معلقه كمون والملح ما انا فلفل اسود في التتبيله بتاعت الكبده وبعدين نزلت بحوالي ربع كوباية من الليمون وهنزل عليهم بالكبدة وخدت حتة تتبيلة كده هسيبها للآخر وهوريكم هنعمل بها ايه وهننزل بها امتى وحطيت التدبيلة خلاص في الكبدة في التتبيلة وهسيبها حوالي ايه ربع ساعة نص ساعة بس كفاية قوي انها هي تشرب منها وتاخد من طعمها وهبدا بقى هنا اجهز الفلفل معايا اللي هحطه او هضيفه على الكبده في الطاسه أه هقطع فلفل رومي فلفل حامي زي ما تحبي وبنفس الكميه اللي تحبيها وممكن كمان لو عايزه تقطعي بصل تفروميه أه، ممكن معاكي كل الحاجات دي وكل ده اضافات ممكن تجيبيها من عندك وتبقى لذيذه برده هخليكي تعملي نفس الريحه والتتبيله والطعم اللي بتاكليه من بره في البيت وانت قاعده في البيت وقاعده في مكانك التركية الاولى معانا ان احنا هنحط حبة زيت كتير في الطاسة يعني انا عندي مثلا نص كيلو كبدة هحط حوالي نص كوباية او ربع كوباية من الزيت علشان انا عايزة الكبدة تتقلي مش تتشوح لو اتشوحت هتنشف منك وترفها هتنشف منك لكن لما تقليها كده هتطلع معاكى طرية وجميلة هنا نزلت بحتة التتبيله اللي كنت قايله لكم هنسيبها على جنب كده الاول خليت ريحتها تطلع في الزيت وبعدين نزلت بالكبدة مرة واحدة وسبتها كده ما حركتهاش لمده دقيقه دقيقه ونص كده وبعدين بقى ابدا احركها الحركه دي اللي بتخلي ما فيش اي سوائل تنزل من الكبده لانك اول ما تحطيها وقلبتيها الكبده عباره عن سوائل هتنزل في الطاسه وهتبقى عباره عن صوص بس جوه الطاسه لكن احنا عايزينها تبقى حتت من الكبده ماسكه نفسها وتقدري تاكليها وكلها طراوه وتعمليها في السندوتش تبقى زي الكبده بالظبط اللي بتتباع بره في المحلات وانا هنا قلبتها بقى مش هتاخد حوالي يعني اكتر ما فيش اقل من عشر دقايق تكوني خلاص استوت وهتشوفي حواليكي بصي الكبده لو سبتيها قد كده على الطاسه او في النار عمرها ما هتنشف لان كميه الزيت اللي أنتي حطيتيها مناسبه جدا لقلية الكبده وهتطلع معاكي النتيجه هايله ونفس الطراوه بتاعت بره وهنزل بقى بالفلفل كده ياخد من طعم التتبيله الحلوه دي ومن طعم الكبده او اللي نزلت في الزيت وهقلبها كويس خالص ومش هتحسي ان أنتي معاكي كميه زيت مبالغ فيها ولا اي حاجه وهتشربها وهتاخدي كبده طريه وزي بره بالظبط هنا بقى هنحضر الصوص بتاع الكبده او سلطه اللي بتنزل مع الكبده اللي هي الطحينه عندي هنا حوالي نص كوباية من الطحينة نزلت بحوالي ربع كوباية من المية عليها طبعا ده حسب السمك اللي انت بتحبيه وده براحتك بقى انت تظبطي السمك بتاع الطحينة زي ما انت عايزة وخدت كده على طرف المعلقة او ربع معلقة كده من و ونزلت بمعلقة فلفل وهحط كمون ونحط الشطة والملح نظبطه بقى زي ما احنا عايزين وتشطى طبعا حسب الرغبه في الطحينه وهنزل كده بمعلقه كبيره من الخل وعصر ليمون كامله على الكميه بتاعه الطحينه دي وتظبطي بقى الطحينه ويلا بقى اعمليها باي طريقه انت عايزاها في عيش فينو في عيش بلدي جنب حبه رز وببص واحنا بنحط كده في العيش هتشوفوا الطراوه بتاعه الكبده وقد ايه كل قطعه طريه ومحمله ما ولا واحده نشفت ولا حرف منها اسود ولا اي حاجه والفلفل عندك اهو الوانه جميله وباين وما فيش اي حاجة نشفت في في الخلطة دي او في الوصفة دي بالتكات اللي احنا قلناها مع بعض واعمليها وتجربيها وان شاء الله هتعجبكم ويا رب يكون الفيديو نال اعجابكم واستمتعوا بالفيديو لحد الاخر وتنسوش اللايك تحطوه هنا وتشتركوا معنا في القناة واشوفكم على خير يا رب دايما ومع السلامة مع السلامة